البداية ستكون بتفاصيل الأهم. إذا قال وزير الصحة والسكان مختار حسب اللاوي أن قانون الصحة يؤكد أن الدولة تضمن مجانية العلاج لكافة المواطنين عبر التراب الوطني. وأضاف الوزير أن الدولة ستضمن العلاج للمواطنين ولا يشترط توفر بطاقة الشفاء. وأشار أيضا الوزير إلى أن التعليمات تعليمات رئيس الجمهورية واضحة وتؤكد على توفير العلاج مجانا. كما أكد أيضا أن هياكل الصحة ستوفر العلاج مجانا بلا أي شرط من الشروط. مجانية العلاج لا غراتيتي دي شوا لا يضع فيها لو بريزيدون دو لا ريبوبليك لا كونفيرمي ان بلوس دون فوا اي اي نوزا دوني لوردر اي لانستركسيون كو سا سوا مينتينو دون لا نوفيل لوا Et la nouvelle loi sanitaire reconfirme la gratuité des soins pour l'ensemble des Algériens sur tout le territoire national. Tous les Algériens sur tout le territoire national, dans les structures de santé, le soin est gratuit. La gratuité des soins a été reconfirmée par la nouvelle loi. Le président de la République, il y tient, c'est sa première instruction.